مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. في انتظار تدخل حاسم، الرئاسة عالقة بين مطرقة الفرض وسندان التحدي. باربرا ليف تبدأ جولتها على مسؤولين، ضباب كثيف على طريق الحل. كلمة لباسيل الليلة في العشاء التمويلي للتيار، تنقلها الأو تي في مباشرة على الهواء. التلاعب بالتوقيت الصيفي يثير زوبعة عند البعض وصمتا عند البعض الآخر. القوات تواصل عرضاتها القضائية في ملف النائب زياد الحواط. الثامنة إلا ربعاً بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. إما الانتظار القاتل أو قتل الانتظار، حلان لا ثالث لهما أمام اللبنانيين في مواجهة الأزمة المستفحلة اليوم. الانتظار القاتل خيار لا سيادي بامتياز، يقوم على انتظار معادلات وأحرف من نوع سين ألف أو سين سين أو سواهما، وقد أوصلنا منذ عام 1990 وبشكل خاص منذ عام 2019 إلى دولار ب140 ألفاً وبنزين بمليونين ودواء وأقساط بالدولار وإلى تلاشي كل مقومات الحياة. أما قتل الانتظار فخيار سيادي بامتياز، يقوم على صحوة شعبية شاملة تتخطى اعتبارات المناطق والطوائف والمذاهب وتتجاوز التصنيف بين مقيم ومغترب، وتعبر الفروقات السياسية والحزبية وتخترق الولاءات العمياء لوريث من هنا ومتمول من هناك لمصلحة الانتماء إلى وطن واحد هو لبنان وقضية واحدة هي الإنسان بما يتمتع من حقوق ويترتب عليه من واجبات في إطار من المساواة التامة بين الجميع. صحوة شاملة لا تقطع الطرق على الناس بل على المسؤولين الفاسدين. صحوة شاملة لا تطالب بتوطين اللاجئين والنازحين بل بعودتهم إلى وطنهم بكرامة. صحوة شاملة لا تصوب سهامها بالسياسة في اتجاه واحد بل تستهدف الفاسدين الفعليين السياسيين والإداريين، وقد باتوا معروفين بالاسم ليس فقط في لبنان بل في أوروبا وأينما كان. صحوة شاملة لا تضيع بالشعارات ولا تضيع بهذه الشعارات، بل تحدد هدفا وترسم خارطة الطريق كي لا ينتهي بها الأمر مجموعة نواب مبعثرين غير قادرين على تقديم البديل للمنظومة الفاسدة التي يزداد تحكمها يوما بعد يوم بفعل ازدياد قوة أركان الفساد. إما الانتظار القاتل أو قتل الانتظار، الحل الأول واقعي والحل الثاني نظري، هكذا سيقول البعض وربما كان الأمر صحيحا، لكن إلى أين أوصلتنا الواقعية بهذا المعنى السلبي؟ سؤال للتفكير لا أكثر ولا أقل، مع الإشارة إلى أن ثلاثية المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر في ذكرى 14 من آذار تنطلق هذه الليلة بالعشاء التمويلي للتيار الذي تتخلله كلمة للنائب جبران باسيل تنقلها الأو تي في مباشرة على الهواء في تمام 10:30 من هذه الليلة. البداية مع الساعة التي أشعلت البلاد، فهل من يريد القول بوضوح الأمر لي؟ تقرير سينتيا يمين. مازال عيون تسيري قدام الإعلام. مصر والكل عم بيحل الأوقات الله أكبر. نحن خلينا ما شاء الله تونا ما عم يعني. بدل ما يكون الساعة 7 يضل الساعة 6 من هلا ليخ رمضان، ليخ رمضان يا خيي مشتور الرجال. بقى
ما قدمت هذا الاقتراح وبعته اجى قالوا لي سالوه قلت له لا ما لا 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 قالوا لي قالوا لي انا بدي اياه هيك انا كنت بدي اخر اخر بدي اخر سبت ب اخر سبت بدي سعي اخر سبت بدي سعي هاي 23 اخر سبت ما بدي اياه هيك ما خبطت على عندك طيران ودنيا ومشاكل اي طيران ولا ما فيها ما فيها كل سنه بقول منذ انتشار مقطع الفيديو هيدا حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي امتعاضا من اسلوب اتخاذ القرارات بالبلاد واسلوب بري تحديدا باصدار الاوامر كما اسلوب مئاتي بتلقي هالاوامر وتنفيذها. بعض المغردين اعتبروا انه الفيديو مسرب عن قصد والهدف منه تمرير رسائل سياسيه مفاده الامر لي، والبعض وصف ما قاله بري انه تجسيد لعقليه الحكم البلطجي الرجع المتخلف بالبلد من 30 سنه. وعبر بعض نواب تكتل لبنان القوي عن هيدا الامتعاض بسلسلة من التغريدات وعلى رأسها تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلي غرد قائلا قصة الساعة ما بتنقبل ومعبرة كتير بمعانيها، ما بيجوز السكوت عنها لحد التفكير بالطعن فيها أو بعصيانة. فشو هي دلالات ما صدر عن بري والمذكرة يلي أصدرها فيما بعد مئاتي ويلي بتتضمن تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي؟ أكثر شيء مستغرب يعني وقت واحد بيشوف الفيديو وبيشوف السرعة اللي طلع فيه القرار بشوف هذا هيك نوع من العفوية والاستخفاف باتخاذ قرار، علما انه هذا قرار منه قرار صغير. يعني انا ما راح فوت بالشق الديني وقصة الصوم، بس برجع بقول لك انه قرار مثل هذا ما حدا بيتشاور مع حدا، ما حدا بيسأل، في مؤسسات معنية عندك يمكن المطار والطيران وشركات التليفونات والانترنت وكل هول، خلص نحن قررنا انه هذا الموضوع ناخذه لا في مجلس وزراء ولا في تشاور ولا في شيء، هوب طب تطلع الخبريه. امبارح كمان بنفس الاسبوع انه جينا قررنا نلزم جناح من مطار بيروت تيرمينال 2 بدون مناقصة، بدون هيئة شراء، بدون حدا، نجي بنعمل افتتاح انه نحن عم نعمل شيء منيح للبلد. بننسى انه صار في بروسيدور طويلة عريضة وصار في شفافية وصار في قوانين وصار في خلص قررنا نلزم نحمل حالنا. شفنا شيء قانون طالع ما بعرف اي سنة بنستند عليه ومنروح نعطيها بيؤتي. ما بيتفاجأ ليش وصلنا لهون نحن بهالانهيار الاقتصادي وقت يشوف هالطريقة اتخاذ القرارات هذه. وهل من إمكانية للطعن بالمذكرة أو عصيانة مثل ما أعلن باسيل بتغريدته؟ بدنا ننتقد وبدنا نحكي وبدنا نوقف، ومطرح ما قادرين نعطل هيك قرارات رح نعملها إن كان بالقانون ولا بالعصيان، هذا كله بده يندرس يعني وينشاف. ودعا معلوف لعدم الالتزام بمذكرة مئاتي وبالتالي عدم الالتزام بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي. أنا بتمنى أنه إيه كلنا نغير الساعة وما نلتزم، وعن جد تكون هذه بداية، يمكن بداية على بساطتها أنه لا مش أنتم مثل ما بتكون بتاخدونا مثل ما بتكون بتجيبونا، لا نحن قادرين بمحلات معينة نحن نضل ملتزمين مثلنا مثل كل هالكرة الأرضية اللي حوالينا يلي عندها قوانينها وعندها هيدا، ومش شحطة قلم أو بمذكرة بيطلع عبالنا منغيرها. وأنا بدعي الشعب اللبناني مشان قد ما فينا نضل نحن في آخر سبت من شهر أدار نكمل وكأنه هذه المذكرة ما كانت. وبالتالي حتى لو أراد بري يقول بأنه هو صاحب القرار النهائي وأنه باستطاعته تنفيذ ما يشاء، إلا أنه ربما قد فاته بأنه عقارب الساعة ما بتقدر ترجع لورا وفق مصادر التيار الوطني الحر، فاستباحة المؤسسات وإصدار الأوامر وإن كانت بتسري على البعض مثل مئاتي يلي بينفذ بلا ما يعترض، إلا أنها ما بتسري على من رفض الخضوع لا بالاحتلالات ولا بالسلم ولا حتى بالحرب. الحصانة النيابية ذريعة قوتية لانتقاد ادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط، لكن تويتر يفضح. ماريا يمين والتفاصيل. ويشك بنزاهتي ويقول أنا فولكلور، لا أنا رح أدعي عليه للأستاذ حواط، لا إنه هيدا ما بيجوز، يعني صاير التطاول على القاضي اللي عم بيعمل شغله صاير شغلة دلجة بس لترهيب القاضي وتخويفه. أنا ما عندي شيء أخسره بهاي
هذا الملف يا أستاذ. من هنا على خلفية تصريحاته في هذه الحلقة التلفزيونية، دعت القاضية غادة عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاض. حدد جلسة الاستماع إليه يوم أمس الخميس، وحضرها حواط حاشدا عددا من زملائه والمؤيدين للتضامن معه تحت شعار احترام القضاء، رغم أن الكثير من الأصدقاء والحقوقيين نصحوه بعدم الحضور لعدم شرعية هذا الاستدعاء، ورغم التسييس والأخطاء الكبيرة التي ارتكبت، ورغم أن القضاء غبوا الطلب على حد تعبير حواط. القاضية غادة عون أشارت من ناحيتها عبر الأوتيفي إلى أن الحصانة النيابية صحيح أنها تمنع ملاحقة النائب بسبب أعماله النيابية والتشريعية والرقابية وتصريحاته وأقواله والتعبير عن أفكاره وأرائه المرتبطة بمهامه النيابية، لكنها لا تطبق على أي جرم مشهود، خصوصا إذا تم الادعاء خلال 24 ساعة. من ناحية أخرى، لابد من التذكير بأن بعد الادعاء عليه وتحديد موعد الجلسة منذ أسبوعين، فتحت القوات اللبنانية الحرب التويترية على القاضي عون تحت شعار القاضي على القضاء، وسط مطالبات حواط من قبل بعض زملائه بعدم حضور الجلسة، ليصدر الموقف المناقض الاثنين عن رئيس حزب القوات سمير جعجع نفسه. تروح تدعي على بالوقت يلي هيدي حرية رأي بالفعل، لا ارتكب جنايه ولا جمح ولا جنحة، وبالوقت اللي هو عنده حصانة، يعني النائب إذا عنده حصانة عنده حصانة إبداء الرأي. هلا بالرغم من كل ذلك، زياد حواط رح يروح على الجلسة، مش رح يروح على الجلسة انطلاقا من الدعوة تبع يلي تقدمت عليها فيها القاضي غادة عون، اوكي، ولا رح يروح على الجلسة يعني ايمانا كثير بالطريقة اللي عم يتصرف فيها القضاء بلبنان. رح يروح على الجلسة تيفرجي الكل على أنه نحن دعاة الجمهورية القوية نعني ما نقول. وعلى قاعدة من فمك أدينك، في 12 تموز 2021 كان جعجع وفي موقف وارد على صفحته الرسمية عبر تويتر مع رفع الحصانات فورا، ومع أن يوقف قاضي التحقيق أي شخص إذا كان لديه شك 1% في مسؤوليته، فلماذا الاستنسابية في التعاطي بين قاض وآخر؟ والسؤال الأهم هو لماذا لم يمثل جعجع أمام المحكمة العسكرية للاستماع إليه كشاهد في ملف أحداث الطيون، علما أن لا حصانة له؟ المودعون يطلقون المفرقعات النارية باتجاه مصرف لبنان ويتحركون أمام عدد من المصارف احتجاجا على التعميم الظالمة. أما التفاصيل ففي تقرير جورج عبود. أمس اعتصم العسكر المتقاعد أمام السراي الحكومي، واليوم المودعين أمام مصرف لبنان بالحمرة. أما القاسم المشترك بالاحتجاجات هي صرخة حرامي حرامي التي تقاسمها كل من مئاتي ورياض سلامي. تحرك جمعية صرخة المودعين لم تقتصر فقط على شعار رفضاً لتعميم مصرف لبنان الظالمي بحق المودعين، وخرجت من إطار الروتين والسلمة، حيث عمد البعض لإطلاق المفرقعات النارية باتجاه مبنى المصرف المركزي على وقع قطع السير بالإطارات المشتعلة، فغطت صحب من الدخان الأسود المكان بكثافة، مما استدعى إرسال تعزيزات أمنية للجيش اللبناني وفرق من مكافحة الشغب. مصرف لبنان مكان المستهدف الوحيد، فالمعتصمين جالوا على عدد من المصارف بمنطقة الحمرة وتحديدا بيروت والبلاد العربية، بنك الموارد والسوسيتي جنرال، محاولين أيضا تحطيم الواجهات. بالتوازي أعلن تحالف متحدون عن محاولة مودعين دخول منزل المدير العام لمصرف فرنسا بنك نديم القصار بالجناح. وفي التحركات الخارجية في اتجاه لبنان، زارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عددا من المسؤولين اللبنانيين، وبحثت معهم في التطورات الأخيرة المرتبطة بالملف اللبناني من دون أن تدلي بأي تصريح. وقد التقت ليف في هذا الإطار رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم عرض للعلاقات بين البلدين والملفات الراهنة. ليف التقت أيضا الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، واطلعت منه على تفاصيل العمل الحكومي في هذه المرحلة.
المسؤولة الأمريكية التي زارت وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب التقت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمانسو، وكان عرض لآخر التطورات. وإلى فقرة أسرار اليوم. لوحظ أنه أكثر من شخصية نيابية مارونية عم تتعمد بهذه الفترة الابتعاد عن الأضواء الإعلامية بانتظار تطورات قد تؤدي إلى طرح أسمائها بشكل أكثر جدية للرئاسة. سألت أوساط سياسية عن مصير حزب 7 يلي أنفق كميات كبيرة من المال بالمرحلة الممتدة من 17 تشرين حتى الانتخابات النيابية قبل ما يختفي بالكامل عن الأنظار. لوحظ صمت مطبق من قبل المرجعيات الروحية والسياسية المسيحية حول موضوع التلاعب بالتوقيت الصيفي باستثناء التيار الوطني الحر. في تذكير اليوم، العماد ميشيل عون والخطر على الليرة والتدقيق الجنائي منذ عام 1998. الليرة اللبنانية تبعنا هلأت هي كارثة. إذا بده يسدد الديون على أساس السعر الحالي، سعر صرف الليرة الحالي، بده كل اللبنانية بعدين يدفعوا الفرق، لأنه الليرة بقى تنهار. حكما يبتنهار قبل تسديد الديون والمودعين بيتحملوا الفرق الخسارة، أو بتنهار بعد تسكير الديون العامة وبتنهار وبيدفعوها كل اللبنانيين، لأنه بالنتيجة وقت تنهار سعر الليرة كل اللبنانيين بيدفعوا من الضرائب. هلأ حاليا عاطي سعر وهمي لليرة، عاطي سعر وهمي لليرة. ليش بده يحافظ على سعر الليرة؟ ليش؟ ليش؟ مين عم يدفع الفرق؟ أنت وأنا. وقت عم يدفع فايدة كذا بالمية على ديون الدولة حتى يحافظ على قيمتها، أنت وأنا عم ندفع، يعني من عائلية الخزينة عم نختم الدين. كل هالأمور هيدي عم تجرنا نحو تراكم العجز وزيادة العجز، ما نوصل لمرحلة الإفلاس. الوضع كل ما فل صاحب المشروع بسرعة، كل ما كان مدة الخروج من المأساة اللي جاية أقصر. لأنه بدأ نوع من التقويم الجديد، بدك نوع من بسموه أوديت، تحقيق كنترول يسموه بالفرنسية كنترول فينانسيه، يعني مراقبة مالية لمصروفات الدولة. في تاريخ اليوم، ماذا جرى في 24 أذار 1976؟ في سياق أحداث حرب لبنان، شهد يوم 24 آذار 1976 قتالاً عنيفاً بمنطقة الفنادق والأسواق التجارية وسط بيروت، إلى جانب معارك عنيفة على محاور عليل، كحالة، بسوس، حمال وبسابة. وبشمال تواصل الكار والفر بين القوميين والشيوعيين من جهة والكتائب من جهة أخرى، لاسيما في كفر حزير والمحيط وصولاً إلى شكة. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الفقرة الرياضية والزميل إلي نصار. أقيمت بالكويت بطولة غرب آسيا للترياتلون بمشاركة 11 دولة وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، حيث شارك المنتخب اللبناني بنخبة من اللاعبين واللاعبات بالسباق المفتوح للفئات العمرية للمسافات السريعة. على صعيد نتائج البعثة اللبنانية، حققت لينسي نادر المركز الأول وطونيا مكيري المركز الثالث، رامونا خليفة المركز التاسع بعد منافسة قوية بسبق السيدات. على صعيد فئة الرجال، استطاع علي الزعبي انتزاع المركز الأول وبالتالي الفوز بالسباق بالأمتار الأخيرة
بفضل عامل الخبرة والعزم وحل خضر ياسين بالمركز الرابع. أما بالنسبة لسباق السوبر سبرينت فشاركت ميا صهيون يلي عمرها 13 سنة وهي أصغر لاعبة بالبطولة، حيث حققت المركز الخامس بالترتيب العام والمركز الأول بفئتها العمرية. على هامش البطولة عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا وحضره من لبنان الأمين العام للاتحاد اللبناني الدكتور أحمد خليفة. اختتمت بطولة العرب بطاولة الزهر لألعاب الفرنجية المحبوسة والباجامون يلي نظمها نادي بانشو بجونيا بنهاية الأسبوع الماضي تحت رعاية الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية بمشاركة نحو 330 لاعب ولاعبة من لبنان والدول العربية والأجنبية. حضر وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال وليد نصار وشارك بالمسابقة. بالنتائج النهائية بفئة الباجامون، فئة المزدوج شارك فيها 16 فريق. بالنتائج النهائية بفئة الباجامون، فئة الزوجة 16 فريق، ربح ربيع عدنان من لبنان وإيكوت أوزيل من تركيا. بالباكامون فئة السوبر 26 كان في عدد من المشاركين وربح ميشي كاجياما من اليابان. بالباكامون الفئة الأساسية 65 مشارك، ربح كارلوس أبو عبسي من نادي بانشو لبنان. بالمحبوسة الفئة المتوسطة 86 مشارك، ربح بيير الراعي من لبنان. بالمحبوسة فئة المحترفين 29 مشارك، ربح نديم محمود من لبنان. بالفرنجية الفئة المتوسطة 62 مشترك، ربح كريستيان جينا من رومانيا. بالفرنجية فئة المحترفين 32 مشترك، ربح تابت تابت من نادي بانشو لبنان. وبختام المنافسات وزع رئيس الاتحاد اللبناني للباكامون رئيس نادي بانشو الرياضي ورئيس لجنة المنظمة جان أبي حيدر الجوائز المالية والكؤوس والدروع على الفائزين. والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة بولين عون. مساء الخير. التأس الربيعي اللي كنا عم نشهده بيتحول تدريجيا لمتقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة مترافقة مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة بتشتد غزارتها ليل السبت الأحد نتيجة منخفض جوي متمركز فوق تركيا. جونا لبكرة غائم ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعكار عم بتسجل 20 درجة، طرابلس 21، بيروت 23، سور 22 درجة. مننتقل لبعلبك اللي عم بتسجل 17 درجة، اللقلوق 14، زحلة 17، وجزين 19 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً توصل لل 85%. الرياح السطحية شمالية لشمالية شرقية سرعتها بين 8 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الأيام الجاية. للسبت والأحد جونا غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متفرقة بتشتد غزارتها ليل السبت، بتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة لترجع تخف ليل الأحد ويتحسن التأس تدريجيا. أما درجات الحرارة فعم بتسجل 23 درجة لنهار السبت و 18 درجة لنهار الأحد. للتنين والثلاثة جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يلي بتبقى دون معدلاتها الموسمية، وبتسجل 19 درجة لنهار التنين و 20 درجة لنهار الثلاثة. هيدي كانت أخبار التأس للنشرة المسائية. بتمنى لكم بداية ويك أند ممتعة، تصبحوا على خير. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.